نستهل فترتنا الإخبارية السادسة بملف التعديلات الدستورية، حيث أعاد مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور إلى مجلس النواب بعد تعديل المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور. وأقر الأعيان خلال جلسته بالإجماع جميع مواد مشروع تعديل الدستور كما وردت من النواب، باستثناء المادة 20 التي تضع قيودا على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم كالتعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة مع مؤسسات الحكومة أو الشركات التي تملكها، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2% وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك. وأدخل الأعيان تعديلا على المادة 20 تسمح بزيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل أدخله النواب على الفقرة الثانية من المادة، على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أشار إلى وجود محاولات لإخراج التعديلات الدستورية عن مضمونها الحقيقي واعتبارها خطوة باتجاه التوطين والتجنيس والعبث في الهوية الوطنية، قائلا إن الأردن يتعرض لحملة شرسة تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وأمنه الوطني. وهناك أيضا محاولات من قبل البعض إخراج التعديلات الدستورية عن مضمونها الحقيقي وأهدافها السامية، واعتبارها خطوة باتجاه التوطين والتجنيس والعبث في الهوية الوطنية الأردنية وانقلابا على الدستور. نحن هنا لا نحتكر الحقيقة، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه بطريقة موضوعية ومهنية، ولكن الاتهام والإساءة والقفز عن المضامين الإصلاحية لهذه التعديلات أمر غريب ومستهجن. الفايز أضاف أن التعديلات الدستورية من شأنها تعزيز دور واستقلالية الأحزاب وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار. إن التعديلات الدستورية من شأنها أن تعزز دور واستقلالية الأحزاب وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار والعمل على تمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون، وهي تأتي استكمالاً لعملية التحديث والتطوير التي بدأت عام 2011. وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء بشر الخصاون أن مجلس الأمن القومي يجتمع في حالات الضرورة ويشكل صمام أمان في حال وصول أغلبية حزبية لمواقع تنفيذية وامتلاكها أغلبية برلمانية قد تنتهز الفرصة للتدخل في السياسات العليا. هذا مجلس يشكل صمام أمان، مكبس أحمر. إن نشأ الظرفية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تنشأ ظرفية تقوم بمقتضاها أغلبية حزبية موجودة وتجلس في سدة المقاعد التنفيذية وتمتلك أغلبية برلمانية، بأن تنتهز اللحظة لتدخل في قضايا متعلقة بالشؤون العليا المرتبطة بالسياسة الأمنية والسياسة الدفاعية والسياسة الخارجية مستخدمة ومستغلة ظرفية وجود هذه الأغلبية في لحظة معينة بشكل قد يهدد أو يتهدد مسيرة الدولة. أنت محتاج عندها إلى صمام أمان ضابط يقول تتوقف الأمور هنا. رئيس الوزراء قال إن الاقتراح المقدم لجمع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لا يهدف إلى المساس باستقلالية البنك المركزي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ضمان استقلالية البنك. اليوم الوضع القائم بأن الحكومة تقدم مشروع قانون الموازنة العامة وتقدم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية. النص المقترح لأن يقدم مشروع قانون واحد للموازنة العامة يتضمن موازنة الوحدات الحكومية. ليس لا المقصد ولا المبنى بأن يكون هناك أي مساس لا من قريب ولا من بعيد بالاستقلالية المطلوبة للبنك المركزي. إذا كان هناك أي تحديات إجرائية متعلقة بالمرونة المطلوبة للبنك المركزي
فيما يختص بالتدخلات الضرورية واليومية المتعلقة بالسياسة النقدية والسقوف، فإن هذا الأمر سنتصدى له مباشرة. إذن حول مجريات جلسة الأعيان ينضم إلينا من عمان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طباشات. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. إذن اليوم إجماع ورد لمجلس النواب بتعديل الدستور، بتعديل المادة 20 من هذا المشروع المعدل، إلى ماذا استندتم في هذا التعديل أو حول ماذا كان الجدل إن وجد؟ مساء الخير. أهلا بك. لكن أود أن أقول أولا أن لم يجر أي تعديل سوى تعديل طفيف جدا. في الحقيقة كانت هناك كان توافق تام ما بين مجلسي الأعيان والنواب، وتم في المصادقة على جميع المواد التي وردتنا كما وردت المجلس النواب. نعم، سوى المادة 20. باستثناء المادة 20 المعدلة للمادة 75 الفقرة الثانية من الدستور. نعم، وهذا ما ذكرنا، تفضل. نعم هذا صحيح، زي ما حضرتك حكيتي، المادة بتنص على منع كل عضو من أعضاء مجلسي النواب والأعيان من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة. هذا الجانب الأول، هو التعاقد المباشر ما بين النائب أو العين وبين مؤسسات الدولة أو الشركات التي تسيطر عليها الحكومة. أما الحظر الثاني فهو بالنسبة للشركات التي يساهم بها النائب أو العين، فأيضا يحظر عليها التعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة إذا كانت هنا نسبة مساهمة العين أو النائب تزيد على 2%. هكذا وردنا النص من مجلس النواب، وكان مجلس الأعيان قد وافق على ذلك. لكن اليوم وبموجب المادة 48 واو من النظام الداخلي لمجلس الأعيان تم تقديم اقتراح لإعادة النظر بالمادة 20 المذكورة من مشروع التعديلات الدستورية اللي زي ما حكيت تتعلق بالمادة 75 من الدستور، بحيث فقط يعني بقيت المادة كما هي، ولكن زيدت النسبة التي يسمح بها للشركة التي يساهم بها العين أو النائب بالتعاقد مع الحكومة من 2% إلى 5%. هذا هو التعديل الوحيد الذي أجره اليوم مجلس الأعيان، وباقي المواد الأخرى تم التوافق عليها بدون زيادة أو نقصان. وأضيف إلى التعديل أيضا، أضيف إلى التعديل عبارة بأنه يحظر على النائب أو العين أن يتدخل في التعاقد، أن يتدخل في التعاقد ما بين الشركة والحكومة التي يريد أن يتعاقد معها. نعم، وإلى ماذا استندتم أو ارتكزتم في المبررات لهذا التعديل؟ يا سيدتي، هو السبب الحقيقي لتمكين الدولة والسماح للدولة، عدم حرمان الدولة أو الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية. هناك شركات وطنية عملاقة، هناك شركات وطنية كفؤة قادرة على التعاقد وإنجاز المطلوب منها. فنسبة 2% ضئيلة جدا، يعني لا يعقل أن تحرم الحكومة من التعاقد مع شركة لمجرد أن نائب أو عين يملك 2% من هذه، يعني وما ذنب 98% الآخرين؟ نعم، يعني ولكن ألا يمكن أن يعتبر ذلك تضاربا أيضا بالمصالح العامة، خاصة من الجانب الآخر مقابل الدولة؟ إطلاقا يا سيدي، فيه هناك معايير، وفي معايير على النسبة المؤثرة، كما الحاكمية الرشيدة في البنك المركزي تعتبر أن نسبة المشاركة المؤثرة هي تزيد عن 5%، 5% فما فوق. أما أقل من 5% فهذه تعتبرها الحاكمية، تعتبرها ليست مؤثرة، وبالتالي من رأى مجلس الأعيان أن ترفع النسبة إلى من 2% إلى 5% حتى تتمكن الحكومة من التعاقد مع، طبعا التعاقد وفق ضوابط والشفافية وليست يعني التعاقد المجرد من دون شفافية أو حكمة أو فائدة تعود على الدولة من هذا التعاقد، ولكن فقط هو من 2% إلى 5%، وباقي المواد الأخرى بقيت كما هي، لم يمس أي تعديل.
نعم، هل أجريتم أي نقاشات مع مجلس النواب بشأن هذه التعديلات المطروحة؟ طبعا ستعود هذه التعديلات. نعم ستعود، ولكن نتحدث ما بعد الجلسة بشكل عام. نعم يعني بعد لما تعود لمجلس النواب، قد تكون هناك جلسة مشتركة، وقد يصادق مجلس النواب على ما توصل إليه مجلس الأعيان، وقد يعدل أيضا، ثم يصار إلى جلسة مشتركة ما بين المجلسين حتى يتم التوافق على النسبة المئوية المعقولة التي تمكن الدولة ولا تحرمها من التعامل أو التعاقد مع الشركات الوطنية. شكرا جزيلا لك رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشط. حول ملف التعديلات الدستورية ينضم إلينا مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنبات من الكرك. سيد غازي أهلا وسهلا بك. إذن يعيد مجلس الأعيان مشروع تعديل الدستور إلى مجلس النواب اليوم بعد تعديله المادة 20، فكيف تم النظر إلى هذه المادة بالأساس من قبلكم عند دراستها؟ أختي أسعد الله مساءكم. المادة بالقانون الأصلي كانت بالدستور يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة أو الشركات تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما بشركة أعضاؤه أكثر من 10 أشخاص. فكان مسموح للنائب أو العين أن يكون شريك بالشركة إذا كان عدد أعضاء 10 أشخاص. لما أحيل المشروع بالتعديلات الأخيرة شطب هذا البند لعشرة أشخاص، ومنع على الوزير بالمشروع الحكومة، ومنع على النائب أو العين أن يكون شريكا في مثل هذه الشركات. المجلس النواب أدخل تعديل قال لا، إذا كانت النسبة أقل من 2% فهذا جائز. مجلس الأعيان اليوم ارتأى رأي آخر وقال أنه حتى لو كانت النسبة تصل إلى 5% فهذا جائز، ولكل اجتهاداته ولكل مبرراته. نعم. وأعتقد أنه اجتهاد محكمة اجتهاد مجلس الأعيان يعني ليس بعيدا جدا عن توجهات مجلس النواب. نعم، وماذا كان التعديل الأساسي من قبلكم أو لربما التخوف فيما يتعلق بذلك، وخاصة فيما يتعلق بالعضوية والنسبة الخاصة بالمساهمة؟ أختي يعني كان في بعض أحيانا في نواب مشاركين في شركات أصلا مساهمين، في نواب وأعيان مساهمين في شركات، هؤلاء لما نجح في البرلمان بعضهم اضطر للتخلص من شركته كاملة وحركه بأسماء ناس من طرفه، يعني أولاده أو إخوانه أو ما إلى ذلك. الآن في هذه المرحلة يبقى شريك، يعني كان يجب أن يخرج من كل هذه الشركات إذا كان له علاقة بالحكومة. الآن في المرحلة هاي بموجب التعديل اللي أدخله مجلس النواب يمكن أن يظل شريك بنسبة لا تتجاوز 2%. الآن بالتعديل اللي أدخله الأعيان اليوم يعني حتى لو وصلت النسبة 5% يظل في حدود المعقول، وأنا أعتقد أنه قرار مجلس الأعيان في مكانه، وإن شاء الله أن مجلس النواب يواكب مجلس الأعيان ووافق على التعديل. نعم، وكيف نظرتم من قبلكم إلى زاوية ما يتعلق بتضارب المصالح العامة وتجنبها في هذا التعديل؟ أختي والله ما في تضارب، يعني الشركات بالذات عمل الشركات يعني بعيد عن يعني كان في تحوط أكثر من اللازم في مشروع الحكومة أنه يبتعد عن الشركات. يعني عمل الشركات عادة عبارة عن شراء أسهم أو شراء حصص، يعني بظل بعيد عن عمل، ما في عمل مباشر، ما في دور مباشر لا للنائب ولا للعين في إدارة المشروع طالما هو لا يتدخل في الإدارة والإشراف. فطالما هو شريك يعني شريك بأسهم أو بحصص، أتوقع أنه لا يؤثر على مسلكية النائب أو نزاهته أو الحاكمية الرشيد للنائب أو العين. نعم، كيف بإمكانك أن تتوقع أو لربما كيف تتوقع التوافق النيابي فيما يتعلق بتوافق عام على هذه التعديلات من قبل الأعيان؟ الآن سيعود التعديل سيعود المشروع إلى مجلس النواب مرة ثانية للنظر في هذه المادة تحديدا. إذا وافق مجلس النواب، وأعتقد أنه وافق، إذا وافق مجلس النواب على التعديل تعود المادة إلى مجلس الأعيان وتسير في طريقة الدستوري، ترفع إلى جلالة الملك ليشوشحها بالإرادة الملكية السامية والتصديق عليها، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح سار المفعول. إذا وعلى فرض أنه مجلس النواب رفض التعديل يعاد إلى مجلس الأعيان، إذا رفضوا أيضا مجلس الأعيان رفض مشروع مجلس النواب فتعقد جلسة مشتركة تحتاج إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلسين. نعم، شكرا جزيلا لك مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنبات.